اليوم حنتكلم عن واحدة من قضايا الاختفاء اللي رسلتوا لي، هي في كل مكان حرفيا عبت الايميل عندي. لما شفت القضية دي حسيت انه هي قضية غريبة لكن الناس مهتمة فيها جدا، عشان كده خليني احكيكم اليوم عن اختفاء براين شيفر، وكمان نعرف اي نظرية من النظريات اللي كانت سبب اختفائه. ممكن انت عزيزي المشاهد يكون عندك نظرية مختلفة عن اللي حتسمعهم. So let's get into it. السلام عليكم. Hey everyone, welcome back to my channel. أنا لما قصة اليوم تتكلم عن اختفاء طالب في كلية الطب اسمه براين شيفر. نبذة جدا بسيطة عن براين. براين كان عمره 27 سنة. أهم شيء لازم تعرفوه عن براين بالنسبة لي أشوف إنه شخص واخد مهنة الطب كشغل، ولكن حلمه إنه يسوي زي فرقة موسيقية خاصة فيه، تحديدا في مجال الروك، وعنده أحد الفرق الموسيقية اللي هي كأنها قدوته أو نفسه يصير زيها، حتى عامل التاتو حقهم في جسمه. قبل 3 أسابيع من اختفاء براين أمه توفت بسبب مرض يسمى بالخلل النخاعي أو حاجة زي كده، بس أنا عموما لأنه ما أعرف في المسميات الطبية 100% حكتب لكم المسمى هنا. هذا تقريبا أهم شيء أنا ممكن أباكم تعرفوا عن براين شخصيا، قدام حتعرفوا أكتر عن براين. عشان كده خلينا نتكلم عن إجازة الربيع اللي كانت في يوم 31 مارش عام 2006. كانت خلاص إجازة الربيع، كان يوم جمعة، وكان يوم جدا متعب لبراين وأغلب الطلاب حقيقي. يعني قرر براين وأبوه أنهم يطلعوا مع بعض عشان يتعشوا، زي ما تقدروا تقولوا أنه رايحين يحتفلوا أو يغيروا جو، عشان براين كان جدا مرهق وتعبان بعد يوم دراسي وشغل في الجامعة، وهو على فكرة في جامعة أوهايو. راحوا مطعم، أكلوا ستيك مع بعض، وفي هذا الوقت صديق براين اسمه ويليام دق على براين وقال له إيش رأيك نخرج مع بعض. أبو براين بيقول أنه بينه وبين نفسه ما كان حابب أنه براين يروح لأنه واضح عليه الإرهاق أو التعب، بس الواضح أنه براين يبغى يروح، يبغى يخرج، وما يبغى يمنعه من هذا الشيء. إجازة فروح انبسط مع صاحبك. الأب ما كان يعرف أنه هذه آخر مرة حيشوف فيها ابنه. الكلام كله اللي حقوله هذا الآن كان يوم الجمعة. يوم الاثنين كان في رحلة لبراين وإليكسس اللي هي الجيرفريند حقته لميامي. كانوا رايحين مع بعض زي رحلة تخصهم هما الاثنين، وزي اللي يبغوا ينفصلوا عن العالم بس تكون الرحلة لهم هما الاثنين. الرحلة هذه كانت هدية من أم براين لبراين وإليكسس، وكثير كانوا متوقعين حرفيا 100% إنه براين حيتقدم لإليكسس هناك في ميامي. نرجع الآن ليوم الجمعة. في نفس اليوم هذا كانت أوريدي هي في توليدو عند أهلها عشان تزورهم قبل لا يجي موعد السفر اللي بينها وبين براين. فبراين راح مع صديقه ويليام على حوالي الساعة 9 في الليل لبار اسمه أغلي تونا سالونا. البار ده موجود جوا مبنى أو مجمع، حتدخل تطلع بالمصعد لين فوق وبعدين تدخل على اليمين الباب حق البار، فنقدر نقول إنه هو زي مجمع. راحوا الاثنين لأغلي تونا سالونا، ولما خلصوا من هناك مشيوا على شارع واحد هما الاثنين، كل بار موجود قدامهم يدخلوا يشربوا فيه شوت واحد زي ما يقولوا او كاسة واحدة تمام، ويطلعوا ويروحوا للبار اللي بعده وهكذا. فهمتوا كيف؟ يعني حرفيا كانوا يبغوا ينبسطوا في ذاك اليوم. وهم ماشيين في الطريق كان في واحدة صديقة ويليام اسمها ميرديث، هذه كانت ماشية في السيارة وشافت ويليام وبراين قاعدين يتمشوا، فقالت لهم ايش رايكم خلوني اوصلكم في طريقي. وحطوا في بالكم ترى شقة براين مرة ما هي بعيدة من المكان اللي هو فيه، يعني يمكن سيارته ممكن تبعد عن الأغلي تونا سالونا هذا 6 مباني.
يبدي يروحها مشي لو يبغى. فلما شافتهم قالت لهم ايش رايكم خليني ارجعكم للمكان اللي تبغوه او اوديكم المكان اللي تبغوه. فقام اقترح عليها انه ترجعهم تاني للأقلي تونا سالونا المرة الثانية. دي المرة هي دخلت معاهم وكانت حوالي الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. لما مر الوقت وعدت ساعة تقريبا جاء الوقت انه البار ينقفل، فكل الناس اللي موجودة اصلا في البار وفي المجمع خرجت الا براين. الاثنين قاعدين يستنوا براين برا، ما طلع لا برا البار ولا برا المبنى حتى. طبعا دقوا عليه مرة كثير بس الولد ما يرد. فقالوا اكيد راح البيت لانه بيته قلت لكم مو بعيد، فاكيد راح البيت حس انه هو نعسان دايخ شيء زي كده فراح ونام، فخلص بكرة حنكلمه. غير كده في معلومة تانية برضو عرفتها عن براين انه هو فجأة ممكن خلاص يسيبهم ويرجع البيت، فهم تعودوا على العادة هذه منه. لكن جاء اليوم الثاني اللي هو يوم السبت وبدقوا على براين وما بيرد وما له اي اثر. هنا كلموا الشرطة. الشرطة لما كانت بتدور على براين اول شيء لاحظت انه شقته نفس ما هي، ما فيها اي عوامل انه كان في مضاربة، كان في اقتحام، في سرقة، ما في اي شيء، حتى سيارته موجودة نفس المكان اللي صفها فيه، ما في اي عمليات سحب او ايداع او اي شيء من البنك حقه من بعد ما اختفى. راحوا للمجمع هذا او المبنى هذا وشيكوا على كاميرات المراقبة، كان في كاميرا مراقبة واحدة بس هي اللي صورت براين، بس صورته متى؟ لما كان داخل مع ويليام وميريديث أول مرة. هذا التصوير اللي حتشوفوه الآن هذا كان الساعة 1:15 ولما رجعوا ميريديث وويليام وبراين للتونة سالونا. بعد تقريبا بشوية براين وويليام خرجوا الاثنين من الأقلي تونا من البار وكانوا واقفين برا في البرحة نفسها اللي قدام السلم المتحرك. كانوا واقفين مع بنتين، واحدة اسمها برايتن والتانية اسمها أمبر. ويليام كان واقف مع أمبر أخذها ودخل البار، بس براين فضل قاعد مع برايتن ونفس كاميرا المراقبة اللي صورتهم وهم داخلين صورتهم وهم واقفين. بعد التصوير ده ما حد عارف فين راح براين. لما سألوا الناس اللي هناك السيكوريتي أغلب الناس اللي كانوا موجودين هناك كمان أمبر وبرايتن، برايتن بتقول أنا قلت له أستنى حدخل البار تاني أستخدم الحمام وأطلع تاني. بتقول إنها دخلت الحمام خرجت ما لقته واقف، مع العلم إنه برايتن أعطت رقمها لبراين فقالت له أصبر خليني أدخل حمام وأطلع. ولما دخلت وطلعت ما لقت براين. قالت هنا أوكي إحنا قبل شوية تعرفنا فيمكن إنه خلاص قال أنا معايا رقمها هكلمها بعدين ولا يمكن ما عجبه الموضوع، فما اهتمت برايتن لأنه ما حيجي في بالها شيء، دوبها تعرفت عليه سابته ورجعت تاني للبار. كاميرات المراقبة قال المصدر اللي شفت فيه القصة إنه في كاميرتين، واحدة يدوية وواحدة أوتوماتيكية. فهم قالوا اليدوية حتى ما أعرف مكانها فين بالضبط لأنه برضو المصدر ما قال وين مكانها. الواضح إنه الكاميرا الوحيدة اللي صورت براين هداك الوقت هي الكاميرا اللي شفناها إحنا قدام السلم المتحرك. في باب كان يوديك على طول لمكان بناء تمام برا، وفي كان مصعد والمصعد هذا ما عليه اي كاميرات مراقبه. حرفيا حتى السكيورتي اللي كانوا هناك ما شافوا براين ابدا وين راح حتى. فهنا الشرطه اخذت الكلاب البوليسيه وبداوا يحوموا حوالين المبنى في الشارع، يدوروا في القمامه الحاويات، يسالوا الناس اللي حوالين المكان في الوقت الفلاني ده شفتوا شيء ولا لا. شافوا كل المباني اللي حوالين المبنى ده اللي عنده كاميرا مراقبه يبقى يفكها يشوفها، ولا مبنى من المباني اللي حوالين المجمع ده اصلا كان فيها كاميرا مراقبه، زائد كاميرات المراقبه حقت الشارع اللي كانت موجوده وقتها ولا واحده صورت براين وهو خارج من المبنى. واحد من الأشخاص راح لنفس المكان وصور حوالين المبنى أو المجمع اللي فيه الأقلي تونا سالونا وورانا إنه في تقريبا 4 مخارج طوارئ موجودة ممكن يكون خرج من أي واحدة فيهم وما يكون أحد شافه لأنه وقتها كانت الساعة بين 2:30 كده، فمين حيشوفه في ده الوقت؟ قدام الأبواب حقت الطوارئ دي كان في باركينج لوت مواقف سيارات. ما حد عارف فين راح براين
يعني هذه أصعب طريقة اختفاء، لأنه كل السيناريوهات اللي حتيجي في بالك صابطة. للأسف يا جماعة جوال براين ما كان يدعم خاصية الجي بي اس إنهم يتبعوه عن طريق الشبكة. شريحته في ذاك الوقت كان فيها glitch أو خلل، بس عملت بينج. البينج هذا قد شرحته أول في قناتي، اللي هو لما الجوال حقك يلقط شبكة أو يلقط أحد الأبراج حقت الاتصالات أو الشبكة اللي تكون موجودة في الطريق. في أحد الأبراج فعلا لقط شبكة من جوال براين، ولكن الشبكة دي كانت برا مدينة كولومبوس اللي كانوا فيها، كانت المدينة جنبها. المشكلة يا جماعة إنه الأب وصلت فيه مرحلة يدور على ابنه إنه راح لوسيط روحي. تخيلوا يعني ضاقت فيه الأمور لين ما راح لوسيط روحي. فالوسيط ده إيش قال له؟ قال له ابنك أنا شايف إنه هو الآن عبارة عن جثة، والجثة هذه مرمية تحت الجسر أو من جسر. ممكن تقولوا إن الموضوع هذا جنون، بس فعلا العيلة قالت خلينا ندور، يعني يبغوا أي شيء بس يعرفوا الولد فين راح. وعلى خط النهر اللي كان موجود عندهم في كولومبوس شافوا كل الشواطئ اللي كانت موجودة، ولا أي أثر إنه هنا كان في جثة حتى. فضلوا العيلة والأصدقاء في ذهول، يعني هما قالوا أوكي ممكن هو راح أي مكان يبقى يجلس لحاله، يبقى ما حدا عارف. بس لما جاء يوم الاثنين كان يوم الرحلة اللي بينه وبين أليكسس، وبرضه ما ظهر فيها. في هذا الوقت كله كانت أليكسس بتحاول تتصل فيه، تبغى أي أمل، وكانت كل ما تتصل تلاقي الجوال مقفل. لكن مرة واحدة اتصلت الجوال انفتح ورن، وبعدها رجع اتقفل تاني. من الصدمة قالت انبسطت اني سمعت صوت الجوال برن، وكنت متوقع انه هو يرد بس ما حد رد. حقيقي يا جماعة هذه كلها المعطيات اللي عندنا اللي تخص اختفاء براين، لكن النظريات كثير. النظريات حامت حوالين هل براين هرب ولا مات ولا قتل ولا اجرم في حق نفسه. شوفوا بالنسبة لي أنا حجمع النظرية حقت إنه هو هرب وإنه هو أجرم في حق نفسه الاثنين مع بعض. إذا كان سوى هذه أو سوى هذه، فليش حيسويها وهو راسم مستقبل قدامه يبغى يسويه؟ أول شيء زي ما قلت لكم هو يبغى يخلص دراسة الطب ويفتح المجال الخاص فيه كفرقة موسيقية. واحد عنده طموح وشغف مرة كبير للشيء ده، ليش حينهي حياته؟ أوكي في ناس قالت إنه قبل اختفائه بثلاثة أسابيع أمه توفت، وبراين طبعا كان مرة مصدوم لدرجة انه هو اتأخر ساعة عن جنازة امه لانه مو قادر يستوعب الشيء هذا. مع الايام شوية بدأ انه هو يتقبل الشيء ده، بدأ يتعايش، فهمتوا كيف؟ انه خلاص ايش حقدر اسوي. فهم قالوا انه اوكي إذا هو مثلا انتحر لأنه هو متضايق من موت أمه، فهو مرت عليه أيام كان ماشي عادي. ممكن الولد يكون مثلا شرب كثير، لأنه لا تنسوا أنه هو كان واقف في كذا بار، فقام مثلا خلاص مرة ضيع وضيع المكان اللي يطلع فيه وقام مات. ما في سبب يخليه يجرم في حق نفسه أو يهرب، لأنه عنده أشياء حيسويها، عنده أشياء متحمس لها، فإنه يسيبها فجأة كده ويختفي حتى ما يأخذ معاه حاجة. طب منطقيا كيف كمل حياته؟ إذا قلنا مثلا أنه هو مات، ممكن في احتمالية أنه الولد يكون مرة شارب، لأنه لا تنسوا أنه قبلها كانوا يوقفوا في كذا بار وشربوا شوت من كل شيء، فيمكن اتجمعت الأشياء دي كلها وكانوا مرة سكرانين، وهذا الشيء مثلا خلاه يطلع من أحد الأبواب، ومن بعد الباب ده صار معاه حادثة ومات وما حد يدري عنه. بس لو كان كده كان جسمه بان. في نظرية لده الموضوع بتقول إنه ممكن يكون مات في المكان اللي كان فيه حفريات وأمور البناء، لكن تم التستر على جثته لأنه المكان اللي كان جنبه كان مكان بالنسبة للمقاطعة جدا مهم. أوه لقينا جثة هنا ميتة في المكان اللي كمان كم يوم حيتم افتتاحه، فيمكن هم تستروا على الشيء ده برضو ما ندري. حتى المشكلة برايتن اللي كانت واقفة معاه ما قالت إنه هو كان مرة سكران وحالته حالة، ما أنذكر إنه هو كانت حالته كده، حتى صاحب ويليام. فكيف اختفى الولد؟ أما النظرية الأخيرة اللي هي إنه هو قتل، بعض الناس بيقولوا الولد يمكن من كتر ما كانت حالته النفسية سيئة جدا بعد وفاة أمه والضغط اللي كان عنده، ممكن ما كان قادر ينام ويركز في دراسته، فاضطر إنه هو يلجأ لبعض الأدوية الممنوعة إنه عشان يبدأ يتنشط.
بسببها، ولكن عشان ياخذ الشيء ده راح اتسلل من الباب الخلفي اللي موجود في المبنى عشان يستلم من هناك البضاعة مثلا، بس صار مشكلة بينه وبين البائع، قام اتضارب مع البائع وصار بينهم شيء انتهى بانه براين يموت. طبعا كل هذه في النهاية نظريات وتكهنات، ما في أي دليل على أي واحدة من النظريات هذه. إذا براين خرج من باب الطوارئ فين راح؟ وليش قرر إنه هو يختفي؟ حرفيا وقتها أليكسس يعني كرست كل وقتها تدور على براين، لدرجة إنه أتوصلوا إنه ممكن الولد يكون مات عن طريق قاتل متسلسل. ليش؟ لأنه كان من آخر التسعينات إلى بدايات الألفينات كان في موت لطلاب جامعة بطريقة غريبة بنفس المواصفات المتقاربة البعض، وبراين واحد منهم، إنه طالب مرموق مشهور مثلا أو شكله مثلا حلو كويس، يعني نفس المواصفات اللي في براين هي كانت نفس المواصفات اللي في الطلاب دولة، بس كان مثلا كل واحد من ولاية كل واحد من مدينة، ولقوهم في النهاية، بس براين الوحيد اللي ما لقوه، ما في دليل قاطع على الشيء ده. المغني اللي يحب براين في الفرقة اللي هو يحبها في أحد حفلاته وقف وألقى رسالة على الجمهور عن اختفاء براين. المحقق اللي حقق في القضية هذه قال إنه في احتمالية يكون تم إخراج براين من المبنى. تم إخراج براين معناته إنه صار شيء لبراين جوا المبنى، أو كان حيصير شيء في المبنى وتعمد الشخص اللي كان معاه يخرجه من المبنى، إلا إنه الولد ما هو في المبنى أبدا. على فكرة يا جماعة، لما قلت لكم إنه جواله عمل بينك في مدينة تانية، ما تم ذكر إذا هم راحوا فتشوا هناك ولا لا، ما لقيت أي شيء في المصدر يذكر إنه راحوا هناك عشان يتأكدوا من المعلومة، لأنه قالوا شريحة وقتها كان فيها جليتش، فقالوا يمكن الجليتش ده أو الخلل ده يكون هو السبب إنه والله فجأة جواله في المدينة ديكة، لأنه عمل بينك مرة واحدة بس. أنا شخصيا أشوف إنه عمل بينك يعني اشتغل الجوال، وأليكسس بتقول إن هي مرة دقت والجوال كان مفتوح بعدين انقفل، فهل ممكن لما كان مفتوح هو نفس الوقت اللي عمل بينك في المدينة الثانية؟ لما سألوا برايتن اللي كانت واقفة مع براين قبل اللي يختفي، قالت انه براين كان جدا لطيف معاها، لدرجة انه وصل لمرحلة انه كان يتغزل فيها، وقالت كمان انه سوى شيء تاني وانا اعتذر عن ده الوصف، لكن اعطاها شيء. فهي بعد الموقف ده لما سابته ودخلت جوا البار وكانت طالع له تاني، هنا هو اختفى. واحدة من عادات براين الغريبة اللي هي ممكن فجأة يتغير أو موده فجأة يتغير، يعني مثلا قبل كده في 1999 انمسك وانسجن 3 أيام لأنه كان جدا شارب في أحد الحفلات. ما أعرف إيش الشيء اللي عمله عشان تيجي الشرطة وتمسكه، يمكن ومسكت معاه ناس تانية، بس الموضوع أنه بعد ما طلع من السجن بطل يشرب تماما وصار يدخل الجيم ويسوي تمارين ل6 شهور، يعني عمل تغير سريع في خلال 3 أيام. ما أعرف أنه هذا الشيء ممكن يكون مو مستحيل، يعني عادي ممكن يصير، لكن فجأة ممكن يتغير الولد، فجأة ممكن يبدأ يشرب تاني جديد، فجأة هو جالس معاه فجأة يقول خلاص أنا بمشي، فهم قالوا ممكن الولد غير رأيه فجأة ويبقى يمشي، لمن مشي صار معاه شيء مثلا في الطريق، انسرق، أخدوه، انخطف، كل السيناريوهات ماشية المشكلة. لكن في حاجة شاكين فيها الناس، في صديقه ويليام. وعيلة براين ما هي مصدقة ويليام في أي شيء. لما نعمله اختبار تحديد الكذب لأمبر، برايتن، ميرديث، للناس كلها، ويليام الوحيد اللي رفض يسوي الاختبار، بالعكس نادى محامي. سلوك غريب. محامي ويليام بيقول انه ويليام ما عمل اختبار تحديد الكذب لانه هو قال للشرطة كل شيء اوريدي، فما في داعي انه هو يسوي اختبار، خلاص انا قال لكم كل شيء. طيب اوكي، بس ما في مشكلة لو سويت الاختبار، ترى ده صديقك في النهاية. بعد ما مرت فترة، محامي ويليام اتصل في أحد المحققين الخاصين ويبغى يساعد عيلة براين، لأنه القضية دي على فكرة في ذاك الوقت أخذت انتشار واسع جدا في كل مكان. فقال للمحقق، هذا المحامي حق ويليام، إذا براين اختفى وقال لويليام انه ما تقول انا وين اختفيت، فهذه غلطة براين مو غلطة ويليام، لأنه براين زي ما اختفى وزعل عيلته هو لازم يرجع تاني ويقول لعيلته ليش اختفى. وهذا الكلام جاب لي يعني احتمالية انه ممكن ويليام عارف براين فين، لانه براين قال له، وعشان كده ما يبى ياخد اختبار تحديد الكذب عشان لا ينفضح انه هو عارف فين راح الولد او ايش حيسوي، سواء راح انه هو يجرم في حق نفسه او راح عشان يختفي او راح عشان يبدأ حياة جديدة، فاكيد ويليام عارف فين وما يبى يقول. وهذا الشيء اللي مزعل العيلة، انه انت لو تعرف شيء لازم تقول لنا طيب
على الأقل نرتاح نطمن. لكن ويليام بيقول أنا ما أعرف ولا شيء، أنا زي زيكم. وعلى فكرة ويليام كان جدا جدا متعاون مع الشرطة ومع المحققين، لكن لما طلبوا منه إنه هو يسوي اختبار تحديد الكذب، وقتها لما جاب محامي بطل يساعد في أي شيء. سلوكه غريب. شفتوا أول مرة لما براين وويليام راحوا للأقلي تونس اللونة، هناك براين دق على أخوه قال له إيش رأيك تيجي البار أنت وزوجتك؟ فأخو براين قال له أنا دافع تذكرة، أنا وزوجتي رايحين زي عرض كوميدي وإحنا أوريدي متأخرين فما يمديني إن أنا أجي. فخلاص من ذاك الوقت أخو براين حاس بالذنب اللي يا ليتني كنسلت الشو ورحت مع أخويا، كان على الأقل ما كان خليت إنه هو يختفي، أو على الأقل كان عرفت إيش اللي بيصير هنا. ما نقدر نلومه، هو ماله صلاح، مكتوب إن الولد يختفي. أبو براين في عام 2008 شهر سبتمبر أتوفى، بس بتوفى بحادث طبيعي جدا. كان الرجال قاعد في البيت عادي، بعدين طلع ينظف حوالين برحة بيته بعد بعض بواقي إعصار ما إعصار، وأحد جذور الأشجار الطويلة اللي في البيت طاحت عليه موتته. تاني يوم الجيران شافوا وكلموا الشرطة، فكان أخو براين الوحيد اللي بقي من العيلة الصغيرة دي. لما توفى أبو براين طبعا صار فيه زي نعت وتعزية في الأونلاين، ما أعرف إيش البرنامج اللي تم، يعني هل هو الفيسبوك ولا مدري إيش، لكن في أحد الكومنتات كتب كومنت إنه والدي أنا أحبك براين. الشرطة أخذت هذا الكومنت وحاولت تتبع من وين جاي، واكتشفت إنه هو من أوهايو لكن مدينة تانية. فهل هذا جليتش ولا الشخص اللي كتب الكومنت حط اللوكيشن غلط؟ هل هذا فعلا براين إنه لسه على قيد الحياة؟ على قد ما الشرطة شايفة إنه هذا اللي كتب الشيء ده مو براين، على قد ما إنه هي عندها أمل كبير إنه براين على قيد الحياة وإنه هو مو ميت، واختار إنه هو يختفي لسبب إحنا ما نعرف إيش هو. طبعا مرت السنين وأليكسس مشاعرها خلاص يعني بردت ناحية براين، تعبت وهي بتدور عليه، وتزوجت شخص مقاول وراحت تسكن عند أهلها هي وعيالها وزوجها، ولكن ما زالت تبى تعرف براين وين راح وليش اختفى، فلسه عندها اهتمام في الموضوع. محقق القضية هادي بيقول إذا براين حي فأنا عندي إحساس كبير إنه هو فعلا حي ومتخبي وشايف كل شيء قاعد يصير، سواء كان غصبا عنه أو برضا، ولكن لو كان ميت احتمالية إنه هو ميت أكتر من إنه هو حي. ليش قال الكلمة دي أنا ما أعرف، بس هل اللي صار معاه يشبه نفس القصة اللي حطيتها في قناتي آخر واحدة اللي هي اختفاء ثيو؟ اللي ما شافها يروح يشوفها حيفهم علي. هل الجوال كان في يد براين ولا في يد أحد تاني؟ أترك لكم التعليق. هذه كانت أغلب النظريات اللي طلعت. القضية هذه حرفيا كل الناس رسلت لي هي في كل مكان، وشفت أن أنتوا اهتميتوا فيها عشان كده أنا سويتها. فتشاركوا تحت الآراء، وأنا إلا ما آجي وأشوف كده أخذ لفة أشوف وين وصلت في التحقيق. لو أنت محقق وجاتك هذه القضية في يدك، إيش إحساسك؟ See you guys later. Bye bye.